انظر إلى ما كنا نتكلم عليه ونحذر منه، علاج المسؤولين في مصرف ليبيا وفي وزارة المالية والمسؤولين الماليين، علاجهم للأزمة المالية علاج خاطئ، وهم يعني عندما يعني حاولوا أن يحلوا مشكلة السيولة ولا مشكلة اللي حلت بليبيا بإعطاء الدولارات للناس، دولارات العائلة ولا الدولارات اللي يعني انتهوا إليها في آخر الأمر، إلى أن يصرف الدينار ب يعني حوالي 4 دينارات وفرض ضريبة على السعر الأصلي الدولار اللي هو دينار وربع، دينار ونصف ودينار وربع، فرضوا عليه ضريبة تقرب من 200%. انظروا كيف كان هذا نوع من الخداع للمواطنين، من جهة رضوهم بحيث يسكتون عندما يقال لهم من الدولار بدل ما 140 بنبيع لكم ب400 ونفرض عليكم ضرائب، يعني بدل ما تغضبوا راهو حنين نعطوكم 10,000 دولار لكل واحد بيسحب الدولار، نعطوه 10,000 دولار. الناس فرحوا بذلك وطمعوا فيه وحسبوا أنهم رابحون، وهم خاسرون، تبين أنهم خاسرون. قبل هذا المشروع كانت علبة الحليب بزوز دينار، كانت زكاة الفطر بزوز دينار، زوز دينار ونصف، يعني كان كيلو اللحم ب15 دينار و18 دينار، الآن كيلو اللحم يصل إلى 40، وعلبة الحليب ب4 دينارات، وزكاة الفطر ب5 دينارات ونصف. ما الذي جنيته يا أيها المواطن يا أيها المصلحون الماليون؟ ما الذي قدمتموه للمواطن الغلبان البسيط؟ هو ضحك على الذقون، أعطيتموه 10,000 دينار وهو عندما يبيعها الآن في السوق لا يربح فيها إلا الشيء القليل الذي لا يساوي ربع الخسارة التي تخرج من جيبه في شراء السلع. أغليتم عليه الأسعار وصارت لا تطاق، صارت نارا لا تطاق، وأطمعتموهم ب10 دينار والناس فرحوا بذلك، وإجراءاته أغلبها غير سليمة وغير سديدة، ولا يعني تخلو من شوائب الربا، ويشري هذا ويبيع هذا ويبيع هذا قبل لا يملك، ويشري وما يقدرش يسافر، يعني تلخبيط عملوهم، وبطاقات ما أنزل الله بها من سلطان أنواع، والحلول كانت سهلة وكانت في متناول الجميع وميسرة، وهم يعرفون، وهم والله أعلم الناس مني ومنك ومن أي أحد، الناس المختصون في المصارف وغيرها أعلم الناس بالحلول السهلة التي ليس في هذا الالتواء ولا هذا الاعوجاج. وقد كتبت بذلك إلى مصرف ليبيا ومحافظه، أنصحه لله سبحانه وتعالى أن يرفق بالناس ويكفوا عن هذا هذه الاختراعات. قلت له أعطوهم زي ما الناس عندهم حق في كل دولة حتى أضعف الدول وأفقرها، إذا بلا دول أفريقيا كلها أضعف دولة وأفقرها تجد عندها بطاقات من حسابها الخاص المباشر، تستطيع أن تحول ما تريد، تشتري كل ما تريد، يشتري الأثاث ويشتري القمح ويشتري المكرونة ويشتري الخضرة بمجرد تحويل من حسابه وهو جالس في بيته، لا يحتاج إلى شخص يبتزه، لا يحتاج إلى بطاقة سداد ولا إلى بطاقة تداول ولا إلى عشرات البطاقات التي خرجت وهي يعني ترتزق من وراء الناس وتأخذ منهم مع إجراءات غير صحيحة وغير سليمة شرعا، وليست مكتملة الشروط، وكثير منها في شبه، وكثير منها فيها ربا، وفيها اختلاف أهل العلم وقسمت البلد. بدل من هذا الحلول ميسرة، لماذا تعنتون الناس؟ لماذا تلجئون الناس إلى العنت؟